نروح بقى لتاني أخبارنا، وهو خبر مهم جدا، بيان اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام، واللي قال فيه مجموعة قرارات مهمة بعد الاجتماع الطارئ بالاتحاد. أهم القرارات دي كانت عدم قبول اعتذار لجنة الانضباط والتمسك باستمرارها في عملها، ثانياً إيقاف التعامل مع رئيس نادي الزمالك وإحالة جميع تجاوزاته ضد مجلس إدارة الاتحاد إلى لجنة الانضباط، مع احتفاظ المجلس بحقه في التصعيد حال استمرار تلك التجاوزات، ثالثاً مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام بشأن تجاوزات قناة نادي الزمالك، رابعاً تسوية مستحقات كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق بعد الموافقة على استقالته، خامساً عرض مجموعة من السير الذاتية لخبراء تحكيم أجانب وجاري تفاوض معهم، سادساً تسوية مستحقات كيروش مدرب المنتخب الوطني السابق، وأخيراً عقد مؤتمر صحفي لعرض الرؤية الحالية والمستقبلية لمجلس اتحاد الكورة للنهوض بكرة القدم في السنين اللي جاية. بالظبط، كان لازم يحصل حقيقي تحرك من اتحاد الكرة ويبقى فيه حد لكل اللي بيحصل، ونتمنى اننا نشوف تطور حقيقي في كرة القدم في مصر ويكون فيه تحرك فعلي من كل الجهات.